صرف عن أحمد الذي توضأ لسائر لحوم المحرمة على روايتين بناء على أن الحكم مختص بها، أو أن المحرم أولى بالتوضؤ منه من المباح فيه نوع وقطع. يعني اللحوم المحرمة كما لو أكل لحم ذئب أو أكل لحم أسد قد يضطر إلى ذلك، فهل نقول بأنه يتوضأ لأنه قد يكتسب من طبيعة هذا الذئب أو هذا الأسد أو هذا النمر ونحو ذلك أو لا، أو لا يجب عليه الوضوء؟ المشهور مذهب الإمام أحمد أنه لا يجب عليه الوضوء، والرواية الثانية الإمام أحمد أنه يجب عليه الوضوء، وإليه يميل ابن القيم رحمه الله تعالى. يعني المشهور من المذهب أنه لا يجب الوضوء اقتصار على مورد النص، لأن النص إنما ورد في لحوم الإبل. وأما جمهور العلماء فهم أصلا لا يرون الوضوء، لأنهم لا يرون الوضوء من لحوم الإبل، فغيرها من باب من اللحوم، بقية اللحوم باب أولى. نعم. يعني أهل الحديث الذين صنفوا من أهل الحديث كلهم أهل الحديث يوافقون الإمام أحمد رحمه الله في وجوب الوضوء من لحوم الإبل، مثل ابن المنذر وابن خزيمة والبيهقي إلى آخره، يرون ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله. نعم. وعلموا أن من اعتقد أن هذا مسوق بترك الوضوء مما مس النار فقد أبعد، لأنه فرق في الحديثين بين اللحمين ليتبين أن العلة هي الفارقة بينهما لا الجامع. وكذلك قالوا بما اقتضاه الحديث من أنه يتوضأ منه نيئا ومطبوخا، ولأن هذا الحديث كان بعد النسخ، ولهذا قال في لحم الغنم وإن شئت فلا تتوضأ، ولأن النسخ لا يثبت إلا بالترك من لحم الغنم فلا عموم له. وهذا معنى قول الجاهلي كان آخر آخر الأمرين يعني ما يعني لم يقل، يعني الجمهور يرون أنه لا يتوضأ من لحم الإبل، ما هو دليلهم على ذلك؟ أشار إليه الشيخ حيث جابر كان آخر الأمرين منه صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، ويدخل فيما مست النار يدخل فيه ممسة النار لحم الإبل. يعني قال الشيخ في الجواب عن ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر صيغة، قال يستثنى من ذلك لحم الإبل. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لا وضوء مما مست النار، لو قال النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء مما مست النار كان دخل في ذلك لحم الإبل، لكن يقول لك جابر كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، يستثنى من ذلك ما يتعلق بلحم الإبل. بل إن بعض العلم يرى أن الحديث ليس كذلك، وإنما الحديث كما أشار الشيخ رحمه الله أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم أكل من لحم غنم ثم قام يصلي، فقال كان آخر الأمرين صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من لحم الغنم ثم قام يتوضأ، هذا لا يلزم من ذلك أن لحم الإبل لا يوجب الوضوء. نعم. ولم يقل عن النبي صلى الله عليه وسلم صيغة عامة بذلك، ولو نقل هذا كان فيه نسخ للخاص بالعام. نعم. لم يتم شموله لذلك الخاص عينا، وهو أصلا لا يكون فيه أكثر المالكية والشافعية والحنبلية. هذا مع أن أحاديث الوضوء مما مس النار لم يكن أنها منسوخة، بل قد قيل إنها متأخرة، ولكن أحد الوجهين لمذهب أحمد أن الوضوء منها مستحب وليس بواجب، والوجه الآخر لا يستحب. نعم، المذهب أن الوضوء من مسة النار مستحب ليس واجب، إنما يجب الوضوء من لحم الإبل خاصة. لما جاءت السنة، وأيضا قول الشيخ رحمه الله لكان فيه نسخ للخاص بالعام، والذي لم يثبت شموله لذلك الخاص عينا، وهو أصل لا يقول به أكثر المالكية والشافعية إلى آخره. الخاص لا ينسخ العام، وإنما الخاص يخصص العام. نعم. فلما جاءت السنة بتجنب القبائح الجسمانية والتطهر منها، كذلك جاءت بتجنب القبائح الروحانية والتطهر منها، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه قاعدة أيضا، هذه قاعدة شار إليها الشيخ رحمه الله، أن الطهارة تشتمل أمرين، الطهارة الحسية والطهارة المعنوية. نعم. حتى قال صلى الله عليه وسلم
وسلم: إذا قام أحدكم من الليل فليستنشق من خويه من الماء فإن الشيطان يحيد على خيشومه. وقال: إذا قام أحدكم من نوم الليل فلا يلبس يده في البناء حتى يغسلها ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. فعلم الأمر بغسل مبيت الشيطان على خيشومه، فعلم أن ذلك سبب للطهارة من غير النجاسة الطاهرة، فلا يستبعد أن يكون هو السبب لغسل يد القائم من نوم الليل. يعني كما جاءت الطهارة من الخبائث الجسمانية كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى، كذلك أيضا جاءت الطهارة من الخبائث الروحانية. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أشار الشيخ رحمه الله إلى حديثين، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنشق الماء بمنخريه ثلاثة فإن الشيطان يبيت على خيشومه، والخيشوم هو أعلى الأنف. وكذلك أيضا قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. والحكمة في ذلك هي خشية ملابسة الشيطان لليد، هكذا ذكر. يعني ما هي العلة في غسل اليد؟ المشهور من المذهب أن العلة تعبدية، لا ليست تعقل. وقال الشافعي أن العلة هي خشية النجاسة، لأن الإنسان وهو نائم ربما أن يده تطيش إلى محل النجاسة. والرأي الثالث اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله هو عبث الشيطان، أن العلة هي عبث الشيطان، فقد يعبث الشيطان بهذه اليد كما أنه يبيت على الخيشوم. فهذه الطهارة من الخبائث الروحانية، من الخبائث الشيطانية في الأنف وكذلك أيضا اليد. نعم. وكذلك نهى عن صلاة لأعطان الإبل وقال: إنها جن خلقت من جن، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الأرض كلها مسجد لمن فرغ والحمام. قد روي عنه أن الحمام بيت الشيطان، وثبت عنه أنه لما ارتحل عن المكان الذي نام فيه عن صلاة الفجر قال: إنه مكان حضر نائم في الشيطان. فعلل صلى الله عليه وسلم الأماكن الأرواح الخبيثة كما يعلم بالأجسام الخبيثة. وبهذا يقول أحمد وغيره من فقهاء الحديث ومذهبه ظاهرا أن ما كان مرضا للشياطين كالمعاقل والهمامات حرمت الصلاة فيه، وما عرض الشيطان فيه كالمكان الذي نام فيه عن صلاة كرهت فيه الصلاة. وعلى هذا نقول بأن الصلاة الأصل، يعني عندنا قاعدة وهي أن الأصل أن الصلاة تصح في كل مكان في كل بقعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. هذا هو الأصل، لكن يستثنى من ذلك ما دل عليه النص، والنص دل على أن ما كان مأوى للشيطان فإن الصلاة لا تصح فيه، مثل الحش والحمام وأعطان الإبل، هذه مأوى للشيطان لا تصح الصلاة فيه. ويضاف إلى ذلك الموضع النجس، فهذه المواضع الأربعة لا تصح الصلاة فيها، ما عدا ذلك نقول بأن الصلاة صحيحة، يعني الحش والحمام وأعطان الإبل والمكان النجس هذه لا تصح الصلاة فيها، ما عدا ذلك تصح الصلاة في كل بقعة. المواضع التي عرض فيها الشيطان لكنها ليست مأوى للشيطان فهذه تكره الصلاة فيها. فما كان، يعني عندنا قسمان: ما كان مأوى للشيطان لا تصح الصلاة فيه، ما عرض فيه الشيطان تصح الصلاة فيه مع الكراهة. ويدل للثاني حيث بقتادة وحيث عمران في قصة نومهم عن صلاة الفجر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا مكان حضر فيه الشيطان، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الوادي. فالخلاصة في ذلك أن القاعدة أن الصلاة تصح في كل بقعة إلا أربعة مواضع فقط، ثلاث مواضع هي مأوى الشيطان: الحش والحمام وأعطان الإبل والموضع النجس، هذا أمره ظاهر. بقينا في الموضع الذي عرض فيه الشيطان، هذا تصح الصلاة فيه لكن مع الكراهة، كالمكان الذي نام فيه الإنسان عن الصلاة. نعم. والفقهاء الذين لم ينهوا عن ذلك إما لأنهم لم يسمعوا هذه النصوص سماعا تثبت به عندهم، أو سمعوها ولم يعرفوا العلة فاستبعدوا ذلك عن القياس أتأولون، يعني لم يسمعوا النهي عن الصلاة في معاطن الإبل أو ترك الصلاة في المكان الذي نام فيه الإنسان. نعم.
نعم. وأن من نقل عن الخلفاء الراشدين أو جمهور الصحابة خلاف هذه المسائل وأنهم لم يكونوا يتوبرون من لحوم الإبل فقد غلط عليهم، وإنما توهم ذلك فيما نقل عنهم أنهم لم يكونوا يتوبرون مما مس النار، وإنما المراد أن أكل ما مس النار ليس له سبب عندهم بوجوب الوضوء، والذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من الوضوء من لحوم الإبل ليس سببه مس النار، كما يقال كان فلان لا يتوضا بمس الذكر وان كان يتوضا منه اذا خرج منه منه. ومن تمام هذا انه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم وغيره من حديث ابي ذر. نعم، يعني او بعض الفقهاء ينقل ان عدم وجوب الوضوء من لحم الابل هو مذهب الخلفاء الراشدين، مذهب ابي بكر وعمر وعثمان الى اخره، و دليلهم على ذلك أنهم لم يكونوا يتوضؤون من مسة النار. هذا الجواب عنه كما تقدم، يعني الجواب عنه كما تقدم، فنقول بأن هذا يخصص منه ما يتعلق بلحم الإبل، وكما ذكر الشيخ رحمه الله في الجواب. فيقول الشيخ بأن إن كونهم لم يكونوا يتوضؤون من مسة النار لا يلزم من ذلك أنهم لا يتوضؤون من لحم الإبل. ومن تمام هذا أنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم وغيره من حديث أبي ذر وأبي هريرة رضي الله عنه، وجاء من حديث أبيهما أنه يقطع الصلاة الذكر الأسود والمرأة والثمار، فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الذكر الأسود والأحمر والأبيض بأن الأسود شيطان، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أن الشيطان تألت علي الفاتحة ليقطع صلاته، فأخذته فأردت أن أنفقه إلى سارية من سواري منزلي الحديث، فأخبر أن الشيطان أراد أن يقطع عليه صلاته، فهذا أيضا يقتضي أن مرور الشيطان يقطع الصلاة، فلذلك أخذ الأحمد بذلك في الكلب الأسود، واختلف قوله في المرأة والحمار، لأنه عارض هذا الحديث حديث عائشة لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يتوجه في الدنيا، وحديث ابن عباس. وهذا كما ذكرنا يعني في مقدمة الحديث عن كتب شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، أن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يستطرد وأنه يذكر النظائر، فهو يذكر هذه المسألة ثم يذكر نظيرها من المسائل الأخرى التي تشابهها في الاستدلال أو في إرادة الدليل ومناقشة الدليل إلى آخره. فهو الآن استطرد فيما يتعلق بما يقطع الصلاة، نعم، وذكر حديث أبي هريرة وحديث أبي ذر أنه يقطع صلاة المرء الكلب الأسود والحمار والمرأة إلى آخره، ثم بعد ذلك سيتكلم على هذه المسألة. نعم. حديث ابن عباس رضي الله عنهما انه اجتاز على اثامه بين يديه بعد الصف، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي باصحابه بمنى، مع انه متوجه ان الجميع يقطع وانه يفرق بين المال والذاته، كما فرق بينهما التظلم في كراهه مروره دون نبته في القله استكبره المصلي ولم يكن متحدثا، وان مروره ينقص ثواب الصلاه دون نبته. يعني ما الذي يقطع الصلاه؟ المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله أن الذي يقطع الصلاة هو الكلب الأسود فقط، هذا المذهب، وأما الحمار فلا يقطع الصلاة، وكذلك أيضا المرأة لا تقطع الصلاة. لماذا لم يأخذوا بهذا؟ يعني لماذا لم يقولوا مع أن الحديث صريح يقطع صلاة المرأة والكلب الأسود والحمار، لماذا لم يأخذوا بذلك؟ هذا دليله، يعني استدلوا بأن عائشة كانت تصلي في قبلة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا أن ابن عباس مر على حمار بين يدي الصف إلى آخره، فالجواب عن هذا سهل، نعم الجواب عن هذا سهل، فكون عائشة رضي الله تعالى عنها لم تقطع صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، هي ليست مارة وإنما هي لابثة، فقال الشيخ فرق بين اللابث وبين المار، كذلك أيضا ما يتعلق بابن عباس رضي الله تعالى عنهما هو مر بين يدي الصف، والمأموم سترة إمامه سترة له، فنظير هذه المسألة نظير المسألة السابقة فيما يتعلق بالوضوء من لحم الإبل إلى آخره، فالجواب عن هذه عن دليل هذه المسألة كما تقدم الجواب عن دليل من قال بأنه لا ينتقض آكل لحم الإبل وضوء لحم الإبل. نعم. واختلف المتقدمون من أصحاب أحمد في الشيطان الجني إذا علم بمروره أن يقطع الصلاة، والأرجح أنه يقطعها بتعليل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بظاهر قوله يقطع صلاته،
لأن الأحكام التي جاءت بها السنة بالأرواح الخبيثة من الجن والشياطين جراءات. المذهب أنه لا يقطع الصلاة إلا الكلب الأسود. وأما ما ذكره الشيخ اختلف المتقدمون أصحاب أحمد في الشيطان الجني، لأن لو أنه فرض أن شيطانا جنيا مر بين يدي المصلي أو بينه وبين سترته هل تبطل صلاته أو لا تبطل صلاته؟ المشهور مذهب الإمام أحمد أن مروره لا يبطل الصلاة. نعم. لأن الأحكام التي جاءت بها السنة الأرواح الخبيثة من الجن والشياطين دوران في الطهارة والصلاة في أمكنتهم ومنبرهم ونحو ذلك فرمية في الدليل نصا وقياسا. نصا في قول النبي صلى الله عليه وسلم شيطان، الكلب الأسود شيطان، فالنبي صلى الله عليه وسلم نص على أنه شيطان. فأيضا الشيطان الجني، نعم الشيطان الجني، ما دام النبي صلى الله عليه وسلم نص على أن الكلب الأسود شيطان يعني أنه فيه صفة الشيطان، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم في الكلب الأسود شيطان المراد بذلك أنه من شياطين الكلاب، يعني فيه من صفات الشيطان في التعدي والإيذاء ونحو ذلك، ولا ليس المعنى أنه من الجن. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نص على أنه شيطان وأن فيه من صفات الشيطان من باب أولى نصا وقياسا، من باب أولى أن يقاس عليه الجني الشيطان الجني الحقيقي. وكذلك أيضا نص النبي صلى الله عليه وسلم على أنه شيطان، فهو النبي صلى الله عليه وسلم نص على أنه شيطان، وكذلك أيضا باب القياس. فذهب الشيخ رحمه الله في هذه المسألة إلى أن مرور هذا الكلب، إلى أن مرور هذا الجني الشيطان الجني أنه يقطع الصلاة، والمذهب كما تقدم أن مروره لا يقطع الصلاة. نعم. ولكن مدرك علمها أثرا هو لأهل الحديث، ومدركه قياسا هو في بعض الشريعة وظاهرها دون التفقه في ظاهرها فقط، يعني معرفة المعاني والمقاصد. نعم. ولو لم يكن في الأئمة من استعمل هذه السنن الصحيحة النافعة لكان وصما على الأمة ترك مثل ذلك والأخذ بما ليس بمثله لا أكرم ولا رحيم. ولقد كان أحمد رحمه الله يعجب ممن يدع حديث الوضوء من له من حمده مع صحته التي لا شك فيها وعدم المعارض له، ويتوضأ من مس الذكر مع تعارض الأحاديث فيه وأن أسانيدها ليست كأحاديث الوضوء من حمده، ولذلك أعرض عنها الشيخان البخاري ومسلم. وإن كان أحمد على المشهور عنه يرجح أحاديث الوضوء من مس الذكر في غرضه أن الوضوء من حمد الإبل أقوى في الحجة من الوضوء من مس الذكر. نعم. الإمام أحمد كما تقدم يقول فيه حديثان صحيحان، حديث البراء بن عازب حيث جابر بن سمرة، حيث جابر في صح مسلم، حيث البراء في السنة، يعني الوضوء من لحم الإبل. والشيخ رحمه الله تعالى يقول بأن الإمام أحمد رحمه الله يعجب ممن يترك الوضوء من لحم الإبل ويرى الوضوء من مس الذكر، مع أن الوضوء من مس الذكر إنما جاء في حديث بسرة، حيث بسرة هذا حديث يعارضه حديث طلق بن علي عن أبيه، حيث بسرة من مس ذكره فليتوضأ، وحديث طلق بن علي عن أبيه إنما هو بضعة منك. ويقول الشيخ رحمه الله الشيخان البخاري ومسلم أعرض عن هذا الحديث، لم يخرج حديث بسرة ولم يخرج حديث طلق بن علي إلى آخره لما فيهما من الكلام، يعني فحديث بسرة متكلم فيه وحديث طلق بن علي متكلم فيه إلى آخره. وقد ذكرت ممن يبين أنه أظهر في القياس منه لأن تأثير المخالطة أعظم من تأثير الملامسة، يعني الملامسة في مس الذكر والمخالطة في أكل لحم الإبل، ففي لحم الإبل فيه المخالطة، المخالطة أعظم تأثيرا، يعني المخالطة أعظم تأثيرا. فإذا قلنا بأن الملامسة توجب الوضوء فالمخالطة من باب أولى أنها توجب الوضوء. نعم. ولهذا كان كل نجس محرم الأكل وليس كل محرم الأكل نجسا، فالسم محرم الأكل ومع ذلك ليس نجسا إنما هو طاهر. نعم. وكان أحمد يعجب أيضا مما لا يتوضأ من لحوم الإبل ويتوضأ من الضحك في الصلاة مع أنه أبعد عن القياس والأكل والأثر فيه مرسل وهذا مذهب الحنفية، يعني مذهب الحنفية يرون الضحك من الضحك
في الصلاة أنه يوجب الوضوء، هذا مذهب الحنفية رحمه الله خلاف الجمهور. وكان وقد صح عن الصحابة ما يخالفه، ودليل قالت وحديث القطع للصلاة لم يعارفوها إلا بتضعيف بعضهم، وهو تضعيف لم يعرف الحديث، وهو تضعيف من لم يعرف الحديث كما ذكر أصحابه، أو بأن عارضوها بروايات ضعيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقطع الصلاة شيء، أو بما روي في ذلك عن الصحابة. يعني حديث القطع هذا ثابت في صحيح مسلم، كان حيث قطع الصلاة أنه يقطع صلاة المرء الكلب الأسود والمرأة والحمار، حيث بذر، هذا في صحيح مسلم، هذا ثابت في صحيح مسلم. وقوله لا يقطع الصلاة شيء هذا حديث ضعيف لا يثبت، لكنه وارد عن الصحابة، يعني عدم القطع هذا وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كما قال إنما روي في ذلك عن الصحابة، ووارد عن عثمان وعلي، وكذلك أيضا حذيفة وابن عمر وابن عباس، يعني وارد عن جمع من الصحابة، عثمان وعلي وحذيفة وابن عمر وابن عباس، نعم رضي الله تعالى عن الجميع. وكان الصحابة مختلفين بهذه المسألة أو برأي ضعيف، لو صح لم يقاوم هذه الحجة، خصوصا من الأحد، فهذا أصل من الفضائل الجسمانية والروحانية. وأصل آخر وهو أن المؤمنين قد عرف تخفيفه بالعفو عن النجاسة فيكون من المغلظة عن قدر منه. يعني هنا شرع المؤلف رحمه الله تعالى في أصل آخر، وهي ما يتعلق بالنجاسات والتخفيف من النجاسات. ما يتعلق بالتخفيف من النجاسات، أحسن المذاهب في ذلك هو مذهب الحنفية، هذا هو أحسن المذاهب في هذه المسألة، وأشد المذاهب في ذلك هو مذهب الشافعية. نعم الشافعية يضيقون التخفيف في النجاسات، بخلاف الحنفية فإنهم يتوسعون في التخفيف في النجاسات. والقاعدة في ذلك التي اختارها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه يعفى عن يسير سائر النجاسات، هذه القاعدة، القاعدة أنه يعفى عن يسير سائر النجاسات، لا يتقيد ذلك لا ببول ولا غائط ولا دم ولا غير ذلك. ودليل شيخ الإسلام تيمية رحمه الله على هذه المسألة هو سائر أدلة الاستجمار، سائر أدلة الاستجمار تدل لهذا، نعم يعني تدل لهذا. ولا شك أن الإنسان إذا استجمر فإنه سيبقى شيء من أثر النجاسة في المحل، يعني إذا تمسح بالخراق أو الحجارة أو نحو ذلك فإنه سيبقى شيء من أثر النجاسة إلى آخره، وهذا الأثر عفى عنه الشارع، فدل ذلك على أنه يعفى عن سائر يسير النجاسات، ولا يتقيد ذلك خلافا لما يذكره الفقهاء رحمهم الله من تفصيلات. فالضابط والقاعدة نقول في ذلك أنه يعفى عن سائر يسير النجاسات، ولا يتقيد ذلك لا ببول ولا غائط ولا دم إلى آخره، مثلا قطرة من الدم أو البول أو الغائط أو نحو ذلك إلى آخره، وذكرنا الدليل على ذلك. كما قال المؤلف وهو أن الكوفيين قد عرف تخفيفهم في العفو عن النجاسة فيعفون من المغلظة عن قدر الدرهم البغلي. الدرهم الكبير هو المثقال، وفي المساحة قدر عرض الكف، يعني في المساحة يعني قدر عرض الكف، يعني والبغلي يعني الدائرة السوداء الكائنة في ذراع البغل، لأن الدائرة السوداء الكائنة في ذراع البغل، يعني يعفون عن ذلك، يعني وإن كانت مغلظة. يعني ما هي النجاسة المغلظة؟ يقول النجاسة المغلظة هي التي ثبت بدليل مقطوع به. هم يقسمون الحنفية يقسمون النجاسات إلى قسمين، نجاسات مغلظة وهي التي ثبتت بدليل مقطوع به، مثل البول مثل الغائط مثل الدم المسفوح. نجاسة غير مغلظة هي التي ثبتت بدليل غير مقطوع به، يعني نجاسة غير مغلظة مثل الدم والقيح إلى آخره، هذه نجاسة غير مغلظة. النجاسة وإن كانت مغلظة يعني يعفون قدر الدرهم البغلي،
يعني الدائرة السوداء، الدائرة السوداء تكون في ذراع البغل يعفون عنها، فهذا يدلك على أنهم ماذا؟ ها، أنهم يخففون في النجاسات، أنهم يخففون وتوسعون في التخفيف في النجاسات. نعم، وهذا المذهب الحنفي. وكما ذكرنا أن مذهب الحنفية رحمهم الله هم أحسن المذاهب فيما يتعلق بتطهير النجاسة، وما يتعلق أيضا بالتخفيف من النجاسة إلى آخره. نعم. وأصل آخر هو أن الكوفيين قد عرف تكليفهم في العفو عن النجاسة فيكون من المبلغة عن قدر الدرهم البغي، ومن المخففة عفو المحل المتنجس. نعم، ربع المحل، يعني ربع الثوب يخففون عنه. هذا يدلك على أنه ماذا؟ ها؟ أنهم يتوسعون في التخفيف من النجاسة. فالنجاسة عندهم تنقسم إلى قسمين: نجاسة مغلظة ثبت بدليل قطعي، نجاسة مخففة ثبت بغير دليل قطعي. النجاسة المغلظة قدر الدائرة السوداء في ذراع البغل يخففون منه كالبول الغائط إلى آخره. نجاسة مخففة، نعم، ربع الثوب يخففون منه. هذا يدلك على أنهم يتوسعون جدا رحمهم الله. نعم. الشافعي يشدد، أصل الشافعي التشديد. نعم، لا يكاد يعفو عن يسير، يعني لا يعفو عن يسير النجاسات إلا في أشياء معدودة. نعم، إلا في أشياء معدودة. فلا يعفو عن النجاسات إلا عن مثل الاستنجاء والنيم الذباب ونحوه، ولا يعفو عن دم ولا عن ذلك إلا عن دم البراغيث ونحوه، مع أنه ينجس أغراض البهائم وأضوالها وغيرها. فالشافعي يشدد في النجاسات، ويرى أنه لا يعفى عن النجاسة مطلقا حتى عن اليسير إلا ما ذكر الشيخ رحمه الله، يعفو عن يسير الدم والقيح، وكذلك أيضا ما يعسر الاحتراز عنه مثل البراغيث ودم، يعني دم البراغيث ودم القروح والدمامل، وما لا يدركه الطرف، يعني ما يدركه العين، وكذلك أيضا ما يخرج من أسهل وسائل كالذباب ونحو ذلك، هذه التي يعفو عنها، ما عدا ذلك لا يرى العفو عنه. نعم. فقوله في النجاسات نوعا وقدرا أشد أقوال الأئمة الأربعة، وما يتوسط بنوع النجاسة وفي قدرها، فإنه لا يقول بنجاسة الأرواح والأقوال مما يؤكل لحمه ويعفو عن يسير الدم وغيره، وأحمد كذلك، فإنه متوسط بنجاسات، فلا ينجس الأرواح والأقوال ويعفو عن يسير من النجاسات التي يشق الاحتراز عنها، حتى إنه في إحدى روايتين عنه يعفو عن يسير روث البر والثمار وبول الخفاش وغير ذلك مما يشق الاحتراز عنه، بل يعفو في من والبول. نعم، المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه يعفى عن يسير الدم، يسير الدم في غير المطعوم. نعم، يعفى عن يسير الدم في غير المطعوم، وكذلك أيضا يعفى عن أثر الاستجمار بمحله. يعني عند المشهور مذهب الإمام أحمد أن أثر الاستجمار ما دام أنه بمحله لم ينتقل يعفى عنه، كذلك أيضا يعفى عن يسير الدم في يسير الدم في غير المطعوم، يعني يعفى عن يسير الدم في غير المطعوم. هذا المشهور مذهب الإمام أحمد. ما ذكره الشيخ رحمه الله من هذه الروايات، هذه على خلاف المذهب. نعم، فهذه رواية عن الإمام أحمد رحمه الله إلى على خلاف المذهب. نعم. كما ذكر ذلك القاضي أبو يعلى بشرح المذهب، وهو مع ذلك يوجب اجتناب النجاسة في الصلاة بالجملة من غير خلاف عنه، لم يختلف قوله بذلك كما اختلف أصحاب مالك، ولو صلى بها جاهلا وناسيا تجب الإعادة عليه في أصح روايتين كقول مالك، كما دل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما طلع عليه في أثناء الصلاة لأجل الأدب الذي فيهما ولم يستكمل الصلاة، ولما صلى الفجر فوجد في ثوبه نجاسة أمر بغسلها ولم يعيد الصلاة. والرواية الأخرى تجب الإعادة كقول أبي حنيفة والشافعي. نعم، فالخلاصة في هذه المسألة ما يعفى عنه من النجاسات أن الحنفية رحمهم الله أصلهم في ذلك هو أوسع المذاهب، حتى أن النجاسة المغلظة يعفون عنها بمثل الدرهم، قدر الدرهم البغلي، وهي الدائرة السوداء في ذراع البغل، وإذا كانت النجاسة مخففة ربع الثوب وربع المحل هذا يعفون عنه،
ولا شك أن هذا توسع. يقابل هذا الأصل أصل الشافعية، وأن الشافعية يشددون في النجاسة، وأنهم لا يعفون عن يسير النجاسات مطلقا إلا كما تقدم ما لا يدركه الطرف، ما يعذر التحرز منه، يسير الدم، يسير القيح، ونيمة الذباب، يعني ما يحمله الذباب إلى آخره، هذه التي يعفون عنها. الإمام أحمد رحمه الله تعالى في بعض الروايات التي نقلها، وإلا فإن المشهور أيضا من مذهب الإمام أحمد قريب من الشافعي، وأنهم يشددون في العفو عن النجاسات، لكن كما ذكر الشيخ رحمه الله عن الإمام أحمد رحمه الله أنه في بعض الروايات عنه أنه يعفو أن يسير روث الحمار أو البغل إلى آخره، مع أن هذه الأرواث أنها محرمة إلى آخره. المالكية، نعم المالكية كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أنهم يتوسطون ويعفون عن يسير الدم وغيره إلى آخره. والخلاصة في ذلك، الخلاصة في ذلك أن أشد المذاهب هو مذهب الشافعية، وقريب منه مذهب الحنابلة، وأوسع المذاهب في هذه المسألة هو مذهب الحنفية، والقاعدة في ذلك أنه يعفى عن يسير سائر النجاسات كما دل له سائر أدلة الاستجمار. نعم. يعني تطهير النجاسة، تطهير النجاسة بما تطهر النجاسة، هذا أيضا أحسن المذاهب في ذلك هو مذهب الحنفية، هذا أيضا هذا أصل آخر ما يتعلق بتطهير النجاسات. الحنفية رحمهم الله تعالى هم أحسن المذاهب فيما يتعلق بتطهير النجاسات، ويتوسعون في تطهير النجاسة، ويرون أن النجاسة تطهر بواحد وعشرين مطهرا. أما الفقهاء رحمهم الله تعالى فإنهم لا يرون أن النجاسة تطهر إلا بالماء، يعني في الغالب، يعني في الجملة، وإن كانوا يستثنون، يعني الأصل في كلامهم أن أو الأصل على مذاهبهم أن النجاسة لا تطهر إلا بالماء، بخلاف الحنفية فهم يذكرون 21 مطهرا، يذكرون الماء، يذكرون المسح، يذكرون التقوير، يذكرون الاستحالة إلى آخره، عندهم أشياء كثيرة تطهر بها النجاسة. والضابط في ذلك، القاعدة في ذلك، أن النجاسة تطهر بكل مطهر، النجاسة تطهر بكل مطهر، هذه القاعدة في ذلك، لأن النجاسة عين مستخبثة شرعا، فإذا زالت بأي مزيل فإن المحل يطهر، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما.